ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب، خصوصا مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام، وفيها ما يؤكد أن بطولات الشهداء العظام في تاريخ مصرنا العزيزة هي بطولات عظيمة، فلا ينسى التاريخ تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة اللي ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء في سبيل دفاعهم عن الوطن. وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة يوم الجمعة. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في نهائي بطولة الكاس اللي بتجمع فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة 7 ليلاً على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في افتتاح الجولة 25 من الدوري الألماني، هيلتقي شتوتغارت مع يونيون برلين في تمام الساعة 9:30 ليلاً.